إذن متابعينا الأعزاء متابعي قناة الشعب قناة شو تيفي كنتواجد معكم مباشرة من تطوان باتيسري في مدينة تطوان. كما كتشوفوا الإقبال قبيل مساكنة مدينة تطوان على الحلويات والباتيسري خصوصا برأس السنة احتفالا برأس السنة. فكما كتشوفوا يعني الباتيسري هادو مستعدين والحمد لله مع الدخلة ديالنا كاين إقبال على هاد الحلويات وكاين إقبال كذلك على الباتيسري. الناس كتجي كتشري ومستعدين أنهم يحتفلوا برأس السنة وكذلك إقبال كبير على الحلويات اللي ما كتشوفوا معنا يعني من كل نوع من كل حد والثمن يعني كل واحدة. يعني الاستعدادات كذلك مدينة تطوان فهي قائمة على قدم وساق. كما كتشوفوا معنا يعني جميع الأنواع بكل الأنواع فهي متواجدة هنا في الباتيسري. متابعينا إذن متابعينا كما كتسمعوا احنا مدينة تطوان تواصلين معكم قد ألقات سريات يعني كما كتشوفوا يعني من كل نوع وكل أنواع فهمتي يعني احتفالات قائمة الحلويات من كل نوع وهذو هما الأثمنة كما كتشوفوا كل حاجة وكل واحدة. كذلك معنا يعني مداخلة من باتيسري يعني المسؤول على هذا الباتيسري غادي يتحدث عنا على الإقبال وشكون يعني الزوار الناس اللي كيجيو يعني يقوموا يعني بالشراء ديال هاد الحلويات وهاد الباتيسري. فطبعا غيعطينا مداخلة كذلك توضيحية بشأن هاد الشيء هذا وكذلك شكون هما الناس يعني اللي كيجوروا الزوار ديالهم هما يعني كل عام الحمد لله فهما كيقوموا ب الله يا ودي سيدي حنا باتيشري دالاس عندنا واحد الاستقبال غزال والحمد لله كيجيو عندنا الناس اجنبيين صرا خير كيسوقوا عندنا دائما والناس ديالنا حتى هما عاود كل عام كيجيو وما حنا معروفين في البلاد. الحمد لله عندنا مسائل مزيونه غزاله هانتوما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا هذا الشيء اللي كاين عندنا هنا تبارك الله من احسن ما يكون. كيجيو اغلبيه كيجيو عندنا الناس اجنبيين كيسوقوا عندنا كل عام الناس ديالنا الناس كيشكونوا هنا في تطوان بافيونيس بيلار مسائل كيجيو الناس كيجيو باكاسيونيس لان النورتي دي مراكش معروف بالمسائل ديالها كيجيو الناس اجنبيين عطله ديال راس العام سنه جديده كيجيو عندنا تبارك الله المسائل عندنا غزاله الاستقبال عندنا غزال يعني اليوم تعاملتوا بزاف مع الاسئله بزاف تبارك الله اليوم هو واحد الشيء ما عندي ما جاو عندنا اجنبيين بزاف السوق من عندنا الطاطا ديال سنه جديده ايوا فاش يقول لك زعما ما عندي ما نقول لك هذا الشيء غزال بزاف. الباتيسري ديالكم كان مساعد وكان عندكم طلبات؟ تبارك الله عندنا الطلبات كثيره بزاف ما عندي ما نقول الاغلبيه كيجوا عندنا ليسترانس اجنبيين كيجيو يسوقوا عندنا هنايا
ما كيخليو تبارك الله حتى حاجه. ما كتجي 10 دليل حتى كنقول تبارك الله ماش باش نقول لك. ما كنعني ما نقول لك نتصور لك. شحال من طالب يعني يقول لك؟ الطلبات عندنا كثيره بزاف. كيجوا عندنا اجنبيين اللي اشتراف كيجوا عندنا واحد شي وكثير بواحد اليومين ثلاث ايام. كتبعت وصايات كثيره وحنا كنستعدوا كنعملوا هذه المسائل هذه بزايد ورغم ذلك ما كان الحمد لله. انا مشكول على كل شيء الحمد لله. هنايا الباتيسري حتى تحدث معنا يعني كاين كنشوف هنا كما كتشوف تحدثنا على لي باتيسري كاين لي باتيسري شوكولا يعني كاين عندنا شوف الباتيسري عندها كل واحد شوف انا غادي نقول لك المسائل كامله بالتفصيل. هذه عندنا شوكولا وطالس معروفة بالمسائل هذه، طالس معروفة بالطرط وداك الشيء الحلويات ديال العام السنة الجديدة دائما. عندنا ليتر ديال الشوكولا، فاني، كراميل، فريسة، بيستاج، داك الشيء ملوع، وتبارك الله كاين داخل عندهم مسائل ديالهم داك الشيء الجودة عندهم غزالة تما الكركاع وكاين تما اللاوز وكريم باتيسري ديال داك الشيء ملوع. شحال كيلو في الواحد؟ وكل وحده واتو كاين الطاطا اللي فيها كيلو جوج كيلو كاين اللي فيها كيلو ونص كاين اللي فيها جوج كيلو ونص وكاين اللي كيوصي ثلاثة أربعة إذا كانوا عائلة كبيرة وداك الشيء كيوصيو عليها. وعندو يعني طلبات الناس اللي ما نوصيش عندنا عملنا احتياط كل شيء لأن مسائل السكر السيادة دائما كنعملوا المسائل اللي هي زايدة. يعني بالنسبه للاثمنه يعني اثمنه الاثمنه مناسبه اثمنه تبارك الله مناسبه. هذه شحال فيها؟ دابا هذيك فيها جوج كيلو كنعملها 200 درهم. الداخل ديالها كاين فيها اللويزات فيها الكركاع فيها مسائل كامله ديك الجوده احسن ما يكون. اللي كيعرف ياكل الطرطه كل عام كيجي عندنا وهذا كيقول انا هذا سمعتي. ها شوف هذه ديال باني وهذه ديال اللوز وهادي كامله اللوز هادي ديال فريس هادي كراميل دي كراميل كراميلو هذا حتى هي عاود شوف هادي ديال هذا معلم يلاه حافظ البينوبه كسر هاشا فاتيسري يلا وجدتي يلا خرجتي دابا عاد خرجت بوناني بوناني سنة سعيد سنة سعيد يلا خرجت يلا هادي ديال اللوز هذا اللوز كامله هادي وصايه هادي وصايه هادي وصايا هادي شي حاجه غادي يجيبوا لها هادي كنعملوها كنعطي واحد الديكور للمحل بعدا كنقولوا باش كنصوروها وداك الشيء باش كنعطيو ديك البروباغندا ديال الاولي عاد ديك الساعات كان وصايا هادي زيد زيد انا معاك الله معاك شنو عندكم غير عندنا الحلويات شوف عندنا شوف هاد تيفور هادو تيفور ديال اللوز كولوريستات كاين فريش كاين فاني كاين شوكولات دوك شي واحده كل شي واحده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم دوك وعندنا هاد الحليوات هادو ديال اللوز عاود هذا الانتاج ديالنا حنايا حنا كنعدلوا كل شيء هنايا يعني حنا عندنا هنايا المسائل ديالنا فوقاش وجدتوا واحد الطبيله هذه باش دابا كتشوفوا الناس اللي كيدخل كي الطاوله هذه الطاوله هذه عاد اليوم جمع منها هنايا عاد جمع منها هنايا اللي خرجوا الناس كامله سنه 23 يكون عندنا مسائل هنا فريف اللي كيكون تبارك الله الناس كتسوق كتجي هنا وخا ما كتعبي والو كتشوف كتعجبها تدخل عندنا وتشوف المسائل. شوف هي ماشي ضروري عاد تجي تشري واحد الطرطه ماشي ضروري تحسب لي يعني براسها. لا يا ودي معقوله الناس كتشاها وكتجي تشارى مع راسها لان هذه الليله مسجوده فيها تبارك الله الدنيا عمرها الدنيا تبارك الله عمرها كيجيو الاشتراك بزاف وتطون عندها واحد دائما عندها واحد تيتوان معروفه بهذا النوتي دي مارويكوس بالاحتفال السنة شي هذيك شي كتعاملوا شي كنتعاملوا مع تبارك الله مع الاجانب كنتعاملوا معاهم كيجوا عندنا واكثريه الصاعقه كيجوا عندنا اسبانيا بزاف اسبانيا قريبه اسبانيا قريبه كاين الشارع عندنا كاين تبارك الله بيلار كاين الناس دي خوسينتوس المدرسه ديالهم كاين عبابيونيس كاين في الشارع تبارك الله باقي الاسبان هنا بزاف بزاف اغلبيه الصعيد تم مغربه اغلبيه في الطاوله هنا تحياتي كملوا معاه شكرا شكرا
اذا متابعينا كما كتشوفوا يعني حاليا نخليو الناس انا بعد شويه باش الناس كتشوف الكاميرا كتبغي تشري اقبال الحمد لله كاين في المحل يعني هاد الباتيسري اقبال كاين الناس كتشري الطلبات موجوده فكنتم متابعينا الاعزاء معنا كما كتشوفوا مباشره مدينه تطوان احتفالا براس سنه وراس سنه جديد فهاد الباتيسري هذا اللي هو باتيسري كما سمعتوا السميه ديالو هو متجد وعمل يعني اللازم ديالو الحلويات موجوده الطرطات موجودين كذلك الطلبات كامله كانت موجوده كما سمعتوا والاقبال الكبير القبيل والطلبات كثيره اللي جات اليوم هي طلبات مع الاجانب وطلبات كثيره يعني باقي كتشوفوا يعني طرطات كيخرجوا وطرطات اخرين خارجين يعني متابعينا دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء كنت معنا مباشره كتشوفوا يعني الناس كتعمل الطلب ديالها شكرا على المتابعه والى اللقاء.